نشكر جميع المداخلين. يعني هذه المداخلات التي كانت قبل قليل هي دليل واضح على أن المجال السياسي جد صعب جدا، صعب جدا، بحيث أنه يصبح مشرحة سياسية فيها تحاسب النوايا والاعتبار. يعني هذه النية يعني من اختصاصات الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا من اختصاصات المراقبين كذلك. لذلك يعني المشي في المجال السياسي خاصة يعني للمناضل السياسي أو للناشط السياسي عموما، يعني الناشط السياسي اقترن في ذهنية المغاربة خاصة في الثمانينات والسبعينات بأنه ذلك المناطح للنظام المغربي. لكن في فترة التسعينات فما فوق العقدين الأخيرين اقترن الناشط السياسي في ذهنية المغاربة بأنه ذلك الانتهازي وذلك الوصولي إلى غير ذلك. بطبيعة الحال هناك مقولات عدة تقال عن السياسة، من قبيل مثلا أن السياسة كفر. هذه المقولة بطبيعة الحال غير صحيحة إطلاقا. أي نعم هناك كذب من بعض الأطراف التي تشتغل في المجال السياسي، لذلك يسمى الكذب أثناء ذلك كذبا وليس سياسة، على اعتبار أن السياسة لها تعريفات. البعض يعني طلب لا يعني بتعريف ما معنى العزوف السياسي. نعم من الناحية المنهجية كان من المفروض يعني في المداخلات أن تكون هناك تعريف للسياسة، تعريف للشباب، تعريف للعزوف السياسي. هذه هي يعني المفردات أو المصطلحات التي تتناول لكي لا يكون هناك مضافية. هذا من الناحية المنهجية. لا أظن أن 10 دقائق يعني تفسح المجال للحديث عن هذه المفاهيم، فهي مفاهيم يعني تعرض لها العديد. العزوف السياسي يعني باختصار شديد هي مقترنة أساسا بعدم المتابعة، عدم الممارسة، وثم عدم المعرفة وعدم الاطلاع. طيب متابعة الأحداث وما يجري، وليس متابعة فقط ما يجري في جريدة المساء. لو خير الذي يقرأ جريدة المساء وقلت له هل حينما تقرأ جريدة المساء تقرأ جميع الأخبار التي تحدث وجميع الأحداث التي تحدث، أم أنه وجب عليك لكي تطلع على جميع الأحداث وليس شرطا وجب عليك أن تطلع على جميع جرائم المغربية؟ طيب من هي هذه الجرائم التي يجب أن تطلع عليها؟ لماذا بالضرورة المساء؟ لماذا بالضرورة الصباح؟ طيب مقترنة بماذا؟ على أي مقاييس يعني يتعاطى الشعب مثلا المتتبعين والذي يطلع على هذه الجرائم بشكل يومي؟ ما هي المقاييس التي يعتمدها في اختيار هذه الجريدة لذلك؟ شخصيا يعني كنت أتابع كثير من الجرائد في فترات متعددة في سنوات يعني قبل هذا، إلا أنني يعني في بعض من السنوات وقفت عند بعض من الاستكشاف ووجدت يعني كم هائل من الجرائد المغربية. طيب ما الجريدة التي تقال؟ وأنت تقف الآن في الإعلام، أي قناة يجب أن تقف عندها لكي تتبع الأحداث فيها؟ هل هي قناة الجزيرة؟ أنا أقول من أن الإعلام الذي يشكل ركيزة أساسية في التنشئة السياسية بالنسبة للشباب هذا الإعلام مذموم. طيب فقط يعني حدث يعني في رجالة قد وقع يعني انتهاك العراق في حضارته وكذلك في مجتمعه وكذلك يعني في شرائحه الاجتماعية ككل، تنكى العراق انتهاكا ودمر يعني في حضارته خاصة وتاريخه والمكتبة العراقية كذلك محروقة الآثار يعني تم التلاعب بها وتم يعني سرقتها. ما السؤال الذي كان في قناة الجزيرة في ذلك الوقت؟ هذه القناة يعني قناة النخبة، قناة التي تعتمد التحليل وتعتمد الشيء الكبير جدا. طيب ما هو السؤال الجوهري والمحوري الذي كان لفقرات في تلك الايام يعني تراه وليس في يوم واحد اي يومين؟ هو سؤال المخابرات الامريكيه، اين صدام حسين؟ هذا السؤال لا تساله قناه اعلاميه، اين صدام حسين؟ ما شانك انت؟ هل هذا هو التوعيه التي يعني اخذت قناه الجزيره على كاملها يعني ان تقوم به؟ طيب اذا الاعلام اساسا ينشر تسليم. فنحن حينما درسنا في المدارس وكذلك هي من المؤسسات التي تقوم على تنشئة الأفراد،
في المدرسة أو في الثانوية أو في الإعدادية كنا نقرأ التاريخ هكذا جامدا أحداثا مرتبطا بأرقام يجب أن نسردها. الآن يعني غالبيتنا لا يذكر من التاريخ ربما إلا بعض من الأسماء، بعض من التسميات في معركة السلاقة أو شيء من هذا القبيل، ولكن لا يعني ملابساتها. حينما نذهب وقد سألت سؤالا يعني كم عدد الأحزاب في المغرب؟ طيب حينما نذهب يعني عند شريحة واسعة نجد أن هناك قل لك هناك بزاف ديال الأحزاب، ولأنه كاين بزاف ديال الأحزاب لن نشارك سياسيا، لن نمشي بزاف، حنا عندنا بزاف في أمريكا فقط كاين جوج أحزاب وفي ألمانيا وفي فرنسا إلى غير ذلك. هل هذا الشخص حقيقة متابع لعدد الأحزاب المتواجدة في الغرب؟ أبدا، بل هناك العديد من الأحزاب تصل إلى 80 في ألمانيا مثلا. طيب إذا كان المعيار في العدد هو الذي يجعل مني أن أحدد موقفي السياسي فأظن هذا ليس وعيا سياسيا. وإذا سألت الحاضرين جميعا 20 فبراير واحدا تلو الآخر أسأله وأسأل جميع المنظمات والأفراد إلى غير ذلك الشعب ككل في استفاضات، أقول هل الشعب المغربي لديه وعي سياسي؟ هل العالم العربي عنده وعي سياسي؟ الإجابة لا، الجميع سيشاركون في هذه المسألة. طيب كيف هناك يعني ليس هناك وعي سياسي؟ ونجد من أن الشارع يذم ويزكي مسألة مقاطعة، مسألة العزوف السياسي وليس مقاطعة الانتخابات فقط، يذم. طيب ذلك التذميم، تلك المقاطعة وذلك العزوف راجع إلى ماذا؟ هل إلى وعي سياسي؟ الشارع المغربي وجد نفسه مقاطعا، وجد نفسه غير مشارك، الشباب خاصة غير مشارك، فأصبح غير مشارك، وجعل من تلك المبررات التي تنتشر في المجتمع أساسا من خلالها يعني تلك المقولات سياسة نور أحسن كذا إلى غير ذلك إرسالة من المبررات. لكن هل هذه المبررات صاغها هذا الإنسان لتفكيره؟ أم فكر له؟ أم صنعت له؟ أي نعم هناك قوى يعني إذا قد يعني مثلها أو ربما قصدها السيد بن كيران على أساس أنها تنسيح أو عفاريت فكذلك، لكن السيد بن كيران كان يعرف بها، كان يعرف بها التنسيح قبل الدخول إلى الحكومة، يعرف أن هناك تنسيح وعفاريت وشياطين إلى غير هذا. مجتمع إنساني، نحن مغاربة، نحن مغاربة، لا داعي لأن نكذب فيما بيننا أو يمكن نكذب على أنفسنا. الأحزاب السياسية نقدها جميعها بدون استثناء، والذي يتحدث عن أن الحزب السياسي دياله في الديمقراطية هذا هو نجيب الفات ذلك الحزب وبين بأن ليس ديمقراطية، لأن الديمقراطية ليست صناديق زجاجية شفافة، ليست صناديق مع العلم يعني ما معنى الديمقراطية وتغفلها، ولكن في أبسط تجلياتها يعني حكم الأغلبية. طيب الديمقراطية ليست صناديق زجاجية شفافة، أبينها للإعلام على أساس أنها جابت النتيجة من لا خطرة. طيب هناك بعض من الحركة بعض من الأحزاب السياسية نعم حقيقة، وهذا شيء جميل جدا، ونحن إذ بدورنا نقول لشكافة الشباب جملة للشعب المغربي كافة بأنه يجب عليه وجود إلزام إن لم تكن مشاركا ومهتم المشاركة في المجال السياسي عن طريق الأحزاب السياسية وشيء من هذا القبيل، وجب عليك متابعة، المتابعة أساسية لكي يميز الخبيث من الطيب ولكي يميز السابق من الكاذب. في زمن تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيؤتمن فيه الخائن ويخلل الأمين ويصدق الكاذب ويكذب السابق، وهذه المعايير نجدها في واقعنا سواء في العالم في المغرب أو في بلدان أخرى. لذلك يعني البعض قال من أنه حتى وإن لم يكن هناك انخراط في العمل السياسي من طرف الشباب هناك انخراط في العمل الاجتماعي. نعم طيب هذا لا يعني حينما نقول من أنه ليس هناك انخراط في الشباب يعني في العمل السياسي هذا معناه أنه ليس هناك انخراط في العمل الاجتماعي، لا، ولكن مع ذلك أقول هذا توجه سائد يريده النظام أساسا، يريد أن ينخرط الشباب في العمل الاجتماعي، وهذا شيء جميل يعني في هذا المطاف تلك المشاركة كل يعني هناك يعني من توجهه أو ميولاته يهتم بما هو اجتماعي أو بما هو ثقافي أو بما هو سياسي، هذه ميولات ربما تختلف، لكن مهما كان فالشأن السياسي
يبقى على رأسه، لأن السياسية لا حد يتدخل، يتدخل كذلك في الأمور الاجتماعية للناس وحياتهم والأفراد. ربما لا أكون مخطئ إذا قلت من أن السياسة كذلك الهواء الذين تنفسون. لذلك استسمحكم وشكرا على جميع المتدخلين وشكرا لصاحب الكتاب.